أهلا بكم مشاهدينا في حلقة وحوار خاص من العاصمة التونسية تونس الخضراء بمناسبة انتهاء القمة العربية التي عقدت اليوم في العاصمة التونسية. لكن قبل الحوار مع ضيفي الكريم سوف نتابع معكم مشاهدينا هذا التقرير حول القمة. القمة العربية في تونس وكالعادة في كل قمة تناقش أهم القضايا العربية والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. أما النسخة 30 من القمة العربية شهدت التركيز على الكثير من الأزمات في اليمن وسوريا وليبيا وتأكيد التمسك بالسيادة السورية على الجولان المحتل. القمة العربية والتي انطلقت في تونس بحضور عدد من زعماء العرب بدأت بكلمة الملك سلمان بن عبد العزيز والتي هاجم فيها إيران وتدخلاتها، كما أعلن رفض بلاده القاطع لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان المحتل. بينما غاب عن القمة الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اللذان يواجهان احتجاجات شعبية في بلادهما. الملك عبد الله الثاني أكد في كلمته على أن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى القضية الأولى والمركزية، مشيرا إلى استمرار الأردن بدوره التاريخي في حماية القدس والمقدسات والدفاع عنهما. الملك عبد الله الثاني أكد في كلمته على أن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى القضية المركزية والأولى، مشيرا إلى استمرار الأردن وبدوره التاريخي في حماية القدس والمقدسات والدفاع عنها، فيما أشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الجهود التي يبذلها الأردن في حماية القدس والوقوف مع القضية الفلسطينية. لقد شغلتنا وللأسف تحديات وطنية داخلية عن الهم العربي لأمتنا الواحدة، وهذا يستدعي الانتقال من مرحلة مواجهة التحديات كل على حدة إلى التطبيق الحقيقي لمفهوم العمل العربي المشترك. وقد آن الأوان لنستعيد بوصلتنا ونقود مجتمعاتنا نحو الأمن والازدهار. إن تحدياتنا وإن اختلفت فإن مصيرنا واحد، ولا بد هنا من الاتفاق على أن أولوياتنا كأمة واحدة ذات هم مشترك وتحديات واحدة هي أولا القضية الفلسطينية كانت وستبقى الهم الأول الذي يشغل الوجدان العربي، ونؤكد هنا أن الأساس في التعاطي معها لابد أن يكون ضمن ثوابتنا العربية، فالقضية الفلسطينية يجب أن تبقى القضية العربية المركزية والأولى، ولا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. نجري اتصالات حثيثة ومتواصلة، وعلى الصعود كافة وبالتنسيق المشترك مع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وشريكنا في الدفاع عن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. وهنا نشيد بدور الأوقاف الإسلامية الأردنية باعتبارها مسؤولة حصريا على إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، ونحن نعمل معا وسويا لوقف هذه الهجمة الشرسة من قبل جماعات التطرف الإسرائيلية المحمية من الحكومة الإسرائيلية، والعودة لاحترام الوضع التاريخي القائم قبل عام 67. وشهدت القمة العربية في تونس اللقاء الأول لزعيمي السعودية وقطر في ذات الاجتماع بعد مقاطعة سياسية واقتصادية قادها الرياض في عام 2017، إلا أن أمير دولة قطر قد غادر القمة العربية دون الإعلان عن الأسباب. أهلا بكم من جديد، ونبدأ الحوار مع ضيفي للمحور الأول الدبلوماسي السابق والخبير والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله العبيدي. أهلا بك أستاذ عبد الله على قناة الأردن اليوم وفي برنامج عين الحدث. أهلا بك. مرحبا بالأردن. أهلا بك والمشاهدين في الأردن.
اهلا استاذ عبد الله، السؤال الذي سنبتدئ به الحلقه، ما رايك وما يميز اليوم القمه العربيه التي حدثت في تونس، خاصه ان القمه اخذت اسم مغاير هذه المره تحت عنوان العزم والتضامن؟ الفرق والميزه الاساسيه انها تنعقد في تونس، وتونس والحمد لله ليست في خلاف مع اي دوله عربيه، وهذا يسهل مأمورية رئيس القمة وبقية الأطراف، يعني أشقائنا من مختلف الدول العربية، للتعاطي مع الملفات القائمة بأكثر أريحية ربما في على أرض تونس، وربما نقترب من حلول مشاكلنا الموجودة والتي تعيق العمل العربي المشترك إلى حد الآن. نعم أستاذ الكريم، تونس آخر مرة استضافت فيها القمة كانت 2004، واليوم هي تستضيف القمة بعد 15 عاماً تقريباً. تغيرت الوجوه، في 2004 كانت هناك وجوه لزعماء معينين، اليوم تغيرت الوجوه وتبدلت بعض الوجوه. برأيك البعض اعتقد أن هذه القمة ستكون مغايرة ومختلفة عن القمم السابقة، هل توافق هذا الرأي؟ هل هذه القمة مختلفة عن القمم السابقة وبماذا تختلف؟ تختلف الوجوه، لكن الدول تبقى قائمة وثوابت سياستها وقيم شعوبها وطموحاتهم وأهدافهم تبقى قائمة. كل ما في الأمر أنه يلزم العربي عموما، السياسي العربي خصوصا، أنه يقترب من موضوعية التعاطي مع الملفات. أعتقد ربما المقاربة جديدة، لأنه في الأثناء الشعوب العربية أصبحت على وعي متزايد وأصبحت استحقاقاتها أكثر إلحاحا نظرا لشح الموارد في الأثناء ونظرا للارتقاء. أنا أعتقد أن كل الأنظمة العربية على مر العقود ارتقت، مهما نقول فيها ارتقت بمستوى، والمحيط العالمي عموما ارتقت بمستوى مواطنيها إلى الأعلى، وبالطبع مواطن مستواه أعلى سوف تكون استحقاقاته كذلك أرفع، وسوف يكون أكثر إلحاح للأصول إلى أهدافه، وهذه هي الاستحقاقات تجابيها. والأنظمة الآن مع محيط دولي ليس بالمريح، يعني ثم رغبة، والمنطقة العربية أنت تتحدث عن التدخلات والتدخلات الخارجية، أنها هناك تدخلات خارجية، لكن قبل الخوض في التدخلات الخارجية والضغوطات التي تمارس على الدول العربية والقضايا الإقليمية والإقليم الملتهب الذي يعاني منها اليوم المواطن العربي وأيضا الحكام العرب، إذا أردنا أن نتحدث بكل صراحة وشفافية عن القرارات التي تمخضت عن هذه القمة في تونس، برأيك ما هي أهم هذه القرارات، خاصة أن القرارات البعض يعتبرها قرارات كلاسيكية، وأن الأولويات التي جاءت في هذه القمة أولويات متفق عليها مسبقا؟ هو إذا كان هناك مشكلة قائمة من عقود، هل نتجاوزها ونمر إلى مشكلة أخرى لم تطرأ بعد أو حديثة يعني العهد؟ المفروض إذا كان فيه مشاكل مزمنة المفروض أن نتعاطى معها، وفي تحديد الأولويات هذه المرة شيء من الحكمة، عندما نتحدث عن العزم اللي نحن في حاجة ليه، وكذلك يعني التضامن اللي ما أحوجنا إليه، ونحدد أن القضية الفلسطينية تبقى ذات الأولوية، ما يعني لن نكون في وضع يسمح لنا أن نقدم المساعدة والسند إلى الشعب الفلسطيني المضطهد الذي هو أكثر اضطهادا من بقية الشعوب الأخرى، وجب علينا أن نتضامن بالتبعية وأن نتحلى بالإرادة والعزيمة. والعزيمة هل لم تلك فعليا الإرادة والعزيمة؟ الإرادة والعزيمة هذا يعني وجوبيتان يعني لكل عمل يعني بشري، نتكتل نعزم أمرنا يعني حتى لا نتردد ولا نرتبك، وإذا كان تحقق وعلى هذا الأساس يتحقق تضامننا على أرضية صلبة، وإذا كان تحقق التضامن سوف نتعاطى مع الملف المزمن الفلسطيني ونكون سند الشعب الفلسطيني، وكذلك تتوفر لنا الأسباب لمعالجة واقتحام مجالات أخرى لحلها. نعم، العاهل الأردني تحدث في كلمته أنه الدول العربية تعاني العديد من التحديات والصعاب، وأن الشعوب اليوم يعني
بانتظار هذه القمة. وقال أيضا أن الشعوب اليوم تطالب من حكامها والمسؤولين أن تكون طموحاتهم على قدر عالي، أو على آمالهم أن تكون قدر عالي من هذه القرارات التي يجب أن يتخذها الحكام. برأيك القرارات التي تم اتخاذها في هذه القمة، هل هي جاءت تلبي فعلا رغبة وآمال الشعوب العربية؟ على مستوى النظريات طبعا كان يعني بالموازاة لقاء اقتصادي للتنسيق كذا، التكامل العربي الاقتصادي يعني تدعيم العمل العربي المشترك، إذا كان هذا يتحقق على الميدان هذا ما يترجاه، هذا ما ينتظره الشعوب. يعني إذا كان وقع القيام بأعمال ملموسة في الارتقاء بحجم المبادلات العربية، لأنه اليوم الأمور تعيسة، يعني حجم المبادلات من 2 إلى 3 في المعدل، وترتقي إلى 12 يعني على أقصى حد عندما ندمج فيها الطاقة، لكن هذا أمر يعني ضحل ضئيل جدا. إذا كان تكاملنا اقتصاديا واقتربنا من بعضنا البعض سياسيا، وتركنا جانبا المشاحنات والاحتراب، سنوفر الكثير من الطاقة وكثير من الموارد لاستثمارها فيما ينفع لخدمة الناس. الشعوب. أنت تقول أن الدول العربية لا تستطيع معاداة الولايات المتحدة الأمريكية، ربما ظهر ذلك كما يقول البعض، يعني كما أقرأ أن هناك الخطب التي قدمها بعض الزعماء العرب كانت تشوبها نوعا ما من لعثمة، نبرة خوف، خوفا من إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية. حتى عدم هل جدية توافق ذلك؟ هل هناك كان، هل قرأت أو يعني تلعثم. شعرت بتلعثم بعض القادة العرب وخوفهم من خلال خطاباتهم؟ هناك تخوفات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إسرائيل؟ هو بكل بساطة القرارات الأمريكية تتخذ عبر مؤسسات، والمؤسسات تأخذ في الاعتبار كل عناصر اللعبة، وإذا كان الرئيس الأمريكي كانت له الجرأة لاتخاذ هذا القرار أو الإصلاح به، هو أن مؤسساته موافقين على هذا القرار، على أساس أنه الطرف العربي ليس له خيار إلا أن يذعن لهذه القرارات على الأقل في المرحلة هذه. إذا كان توفرت له أسباب أخرى وأخذ بأسباب القوة والتضامن واكتسب مثل ما أشرت يعني الوزن الذي يسمح له بالتصدي، سوف يتصدى ودوام الحال من المحال. طيب أستاذ، أنت هنا قلت بأن اليوم الوطن العربي أن هناك تخوفات من الإرادة من القرارات الأمريكية وأيضا من الإدارة الأمريكية، وهذا ربما ينعكس على استنكار والتنديد بما يحدث في الجولان، لكن هناك تخوفات اليوم من قرارات أمريكية قادمة بما يخص موضوع السيطرة على مناطق 67 أو مناطق السلطة وأعطائها كما أعطوا الجولان الآن بكل رحابة صدر، وكأن سوريا أو الجولان لا تتبع لأي دولة، بإعطائها إلى العدو أو الكيان الصهيوني. برأيك هذا مؤشر خطير على أنه ربما هناك قرارات قادمة أخطر ربما تتخذها الولايات المتحدة بطريقة أحادية الجانب؟ هو هناك عنصران يجب أن ننتبه إليهما بدقة. عنصر الأول أنه أمريكا تسعى إلى أحداث بؤر توتر حول أوروبا الصاعدة، لأن عكس ما يتبادر لأول وهلة إلى الذهن، أمريكا ليست بالضرورة الحليف لأوروبا. أوروبا بدأت تصعد كقطب سياسي وعسكري واقتصادي ذا بال، مفروض أن أمريكا تخلق بؤر توتر من حوله وتهتز محيط أوروبا. يعني هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى العرب، القادة العرب والدول العربية لم تفلح في تنويع علاقاتها. المفروض أن تكون لها علاقات وطيدة بأوروبا اللي هي جارتها المباشرة. نرى في شرقنا العربي وفي الخليج بصفة أخص أنه ثم نزوع إلى ربط الصلة بالأمريكان دون غيرهم. يعني تقريبا 90% من علاقات شرقنا العربي وخليجنا هما مع أمريكا، في حين أنه توا هناك إعادة تشكل للخارطة الجيوستراتيجية، هناك
دخول روسيا بقوة للمنطقة، المفروض أن نسعى إلى تغيير مقاربتنا للسياسة الخارجية حتى نوازن بين منظومة تحالفاتنا، ويكون لأمريكا الدور أو المكان الذي يجعلها تسعى على العالم العربي اليوم البحث عن حلفاء جدد في المنطقة. هذا أساسي، هذا ضروري. لكن اليوم كان هناك انتقاد من الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكان في هناك أيضا من في الكلمة التي ألقاها العاهل السعودي، حيث أكد على الموضوع الإيراني، الهيمنة الإيرانية في المنطقة، وأيضا أكد أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية على الهيمنة الإيرانية والهيمنة التركية في المنطقة، وكان في استنكار لتعاون بعض الدول العربية مع تركيا أو مع إيران. إذا أرادوا أن يبحثوا، ربما يكون أيضا هناك تخوفات من البحث عن حلفاء جدد كالأوروبيين، يعني إذا كان في تنكر اليوم وتخوفات بأن تركيا حليف ليس جيد، فما بالك من ممكن أن يكون الحليف اليوم؟ السياسة مناورة، ولسنا أسياد ما يحصل في العالم، لسنا بالإله سبحانه وتعالى. يعني نحن نراقب ما يحصل ونتأقلم معه. أبجديات السياسة أن تكون لك علاقات يعني سلمية وسليمة مع محيطك المباشر. يجب أن نقف عند حقيقة أننا لم نوفق في مسعانا أن تكون لنا علاقات طيبة مع أجوارنا، ولنا جاران بوزن إيران وتركيا لا نستطيع أن نعاديهما دون أضرار. المفروض أننا نلتقي، ولنا من الـ الوزن الديموغرافي ومن الموارد ما يجعلنا تنظيم أمورنا بطريقة أننا نصبح كذلك يعني طرف كفة مقابل إيران وتركيا الذين نتقاسم في أغلبية شعوبنا العربية معهم الدين والمنطقة، وهما كذلك لا يسعيان بالمنطقة أن يكونا أعداء لنا. ليش؟ لأنه إذا ما عادونا سوف. أنت تقول أن إيران لا تسعى بأن تكون عدوة إلى المنطقة العربية؟ أنا أفاجئك أو لا أفاجئك عندما أقول أنه اليوم هناك شعبية لإيران عند أطياف من الرأي العام العربي. لكن إيران اليوم تهيمن على 4 عواصم عربية. ليش ما نقول أنه إيران اليوم حليفة ل4 عواصم عربية ونلتحق بهذا الحلف؟ ماذا بخصوص ما يحدث اليوم في اليمن، التدخل الإيراني في اليمن، وأيضا التدخل الإيراني في سوريا، وربما هو المعرقل لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية التواجد الإيراني؟ وماذا بشأن التدخل الإيراني في العراق؟ يعني التدخل الإيراني مرفوض لدى العديد من الدول العربية، وربما هو المعرقل اليوم أمام عودة سوريا أو أمام المصالحة العربية، لأنه إذا هناك تخوفات من الهيمنة الإيرانية. إيران لو كنا نتعامل مع بعضنا بعض على أسس أسلم، وكانت مصر في مركز يعني دولة محورية مثل ما هي عليه يعني ديموغرافية، والسعودية وسوريا كمان، يعني يجب أن لا نترك أي دولة عربية خارج خيمة العرب. كيفاش يعني كيف نحقق هذا؟ على المبدعين في السياسة العربية أن يجدوا الحلول، لأن خارج هذا المنطق لن يكون لنا وجود يعني مستقر وسليم في المنطقة متاعنا. لأن إيران لو تعرف أن العرب متضامنين ما كانت لتجرؤ أن تستهوي بعضهم دون البعض أو تعادي بعضهم دون البعض. لو كانت مصر في علاقة حميمية مع السعودية وتوظيف الموارد لإكسابنا مناعة، هي إسرائيل ب6 مليون يعني تغطى على المنطقة العربية الكل وهزمت كل الجيوش العربية، كيف نجرؤ اليوم مع عداوة إسرائيل أن نطلب عداء إيران ب80 مليون إيراني وعداء تركيا ب80 مليون تركي؟ يلزم نطوي صفحة الماضي ربما، ونظهر إلى إيران وتركيا كشركاء أو يعني حتى حلفاء.
طيب أستاذ الكريم، اليوم إيران متواجدة في سوريا ولم نرى أي ردة فعل إيرانية بعد الاعتراف الأمريكي بمرتفعات الجولان تحت سيادة الكيان الصهيوني. يعني إيران قادرة أن تتخذ إجراء فعلي للرد على الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال الأراضي السورية، لكن لم نرى جواب؟ أي ردة فعل. هل فيه جواب لي أن تناصب إسرائيل العداء لإيران دون غيرها لأي سبب؟ لأن تعتقد لو التحم، لأنه في أول الأمر أمريكا وكل الغربيين أرادوا تحويل إيران الشيعية إلى رأس حربة يحاربون بها العرب، فلم يوفقوا. كشماعة تقول، استخدام كشماعة، وإنما رأس جسر أرادوا في المحيط العارم السني يأخذوا مثل ما هو عادتهم عندما يحتلوا بلد أو يطاعتون مع بلد، يأخذوا الأقلية الشيعية اللي تعد بين 120 مليون إلى 150 مليون في المليارين مسلمين، ومثل ما كان الشأن في إيران الشاه التي كانت يعني شرطي. لا نريد أن نطيل الموضوع بالشأن الإيراني، لأن القمة العربية وليست هي القمة التي تتحدث عن الإيرانية. بكل اختصار، بكل اختصار، بكل نعم. اختصار، بكل اختصار، قدرنا أن نجد حل مع إيران وتركيا، كل تدخل خارجي سوف يكون على حساب الطرفين. طب برأيك لماذا لا نتحد نحن ولسنا بحاجة إلى الشرط. إيران أو تركيا؟ يعني هذا الشرط، هذا الشرط. إيران لديها مطامع وتركيا أيضا لديها مطامع، لكن عندما نتحد يكون أطراف لأنهما في الجوار المباشر. عندما نتحد نحد من أطماع الأغراب. لكن إيران وتركيا تشبه العالم العربي أقوال دون أفعال. يعني بما يخص للعودة إلى القضية الفلسطينية، لا نرى أي تحرك أو أي تصرف حقيقي من إيران أو تركيا بشأن القضية الفلسطينية. نحن أصحاب القضية، نعم. عندما يكون لنا الوزن الكافي سوف نلزم. لكن هم دول إسلامية وأيضا لديهم الحق، لكن لم نرى أي تصرف فعلي. إذا أردنا العودة إلى القضية الفلسطينية وعودتها إلى الصدارة في الملفات العربية، في ملفات هذه القمة العربية، هل هذا ينبئ بتحرك عربي جدي للقادة العرب بشأن هذه القضية؟ وماذا بشأن أهمية هذه القمة اليوم كانت للتأكيد على الوصاية الهاشمية، الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة؟ وصاية هاشمية طبعا يجب تستتبع بأفعال ملموسة. احنا نعلم أنه الشقيقة المغرب التي تعد 40 مليون ساكن ولها من الموارد هي رئيسة لجنة القدس، ونعلم أنه القدس قضية إسلامية يعني على امتداد العالم الإسلامي. إذا كانت توفقت الأردن وجلالة الملك في تكتيل الجهود والدعوة إلى تحسيس كل المسلمين في العالم أن القدس قضيتهم كمان، سوف يشكل كم كبير من القوة ومن الضغط على الأطراف الأخرى في الملف للسير به نحو الحل. نعم، يعني الوقت جدا قصير ومحصورين في الوقت، لكن هل تعتقد أن بيان القمة سوف يتم تطبيقه فعلا على أرض الواقع؟ بيان القمة هو يعني دعوة للرجوع إلى أرض الواقع ورجوع العرب إلى الوعي، لأنه حتى الآن يعني الوعي مهتز شوي في العالم العربي، والثقة بين العرب فيما بينهم مهتزة كمان يعني. واليوم العالم العربي مشلول الجانب، يعني عندما نشوف العراق ونشوف سوريا في أي وضع مهما كانت الأسباب، ونشوف اليمن ونشوف يعني ليبيا، ما نجموش نكونوا، لا نستطيع أن نكون يعني متفائلين يعني فوق اللزوم. المهم أن ننطلق في العمل لتحقيق ما ينقصنا، وهو القوة الاقتصادية والعسكرية وبناء ثقة فيما بيننا. نعم أستاذ عبد الله العبيدي، شكرا لك على هذا الحضور، يعيشك ويخليك زي ما بتحكوا في التونسي. أهلا وسهلا، وجدا شاكرين لك. مشاهدينا نتابع الحوار مع ضيوفي الكرام، لكن بعد الفاصل.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونعود لاستكمال الحوار مع ضيوفي الكرام. والآن نستضيف في الاستديو الأكاديمي المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية والمحلل السياسي الدكتور خالد عبيد. أهلا بك دكتور خالد. مرحبا. على قناة الأردن اليوم وفي برنامج عين الحدث، أهلا بك. مرحبا وشكرا على الاستضافة. شكرا لك دكتور خالد. كيف تقرأ مخرجات القمة العربية، وهل جاءت هذه المخرجات لتلبي الآمال والطموح الشعبي العربي؟ أنا أعتقد ولي قناعة بأن كل قرارات القمة العربية حتى وإن بدت للبعض هزيلة جدا، حتى لا أقول كلمة أخرى، هي على الأقل تعبر عن الحد الأدنى المضمون أو المطلوب إن شئنا، باعتبار أن هذه القرارات العربية هي قرارات تجمع كل القادة العرب. وفي اجتماع القادة العرب ونحن نعيش الآن العديد من الأزمات في كل المنطقة العربية، والمنطقة العربية الآن متعرضة إلى أخطار عدة، عندما يكون هناك اجتماع لكل الدول العربية فهذا في حد ذاتها أعتقد أنه نقطة إيجابية. ولهذا السبب أي قرار يقع اتخاذه هو يعتبر إيجابيا حتى وإن كان مجرد بيان على الورق. طب البعض انتقد هذه القمة وقال أن الخطابات التي قدمها القادة العرب هي فقط خطابات إنشائية محشوة بمصطلحات استهلاكية جدا وأدبية وسياسية عبرت عليها السنين، على مر السنين الماضية أو على مر القمم السابقة. برأيك هل الشارع العربي أو المواطن العربي وصل إلى هذا الحد من التشاؤم وعدم إيمانه بهذه القمم، لأن القمم خلت من التطبيق فقط، كانت أقوال فقط؟ أنا بصراحة لا أؤمن كثيرا بهذا الرأي لسبب بسيط، باعتبار أن اليوم مثلا في اجتماع القمة، عندما حضرت اجتماع القمة وكنت ضمن الأعضاء الذين حضروا داخل قصر المؤتمرات الذي فيه هذه القمة، حتى عندما تلاحظ النبرة في هذه الخطابات، حتى عندما تلاحظ السحنة، سحنة الوجه، تلاحظ أن هناك شيئا ما بدأ يتبدل. أنا في رأيي ما استمعت إليه اليوم أو خلال هذه القمة يرشح أو يبين أن ربما ستحدث تطورات لاحقة على المدى المتوسط والبعيد. لماذا؟ ما هي التطورات؟ بالضبط. نشعر بأن هناك إحساس حقيقي ووعي حقيقي ووعي كبير جدا بأن المنطقة العربية تتعرض إلى خطر كبير جدا على مستوى الأمن القومي العربي. صحيح من قبل كانت هناك العديد من القمم والعديد من القرارات التي بقيت حبرا على الورق، لكن هذا لا يمنع للمتمعن في تاريخ المنطقة العربية وفي تاريخ جامعة الدول العربية والقرارات العربية القمم، لا يمنع هذا من لهذا المتمعن من أن يلاحظ أنه فعلا هناك قرارات أحيانا تؤخذ وتطبق على أرض الواقع. سأعطي مثال على ذلك. لذلك رأينا مثلا في سنة 1948، بالرغم من أن هذه الحرب العربية الإسرائيلية الأولى في سنة 1948 لاحظنا حتى وإن انهزم العرب، لكن على الأقل كان هناك رأي عربي جماعي بضرورة التصدي للخطر في أرض فلسطين. هذا المعطى الأول. المعطى الثاني رأيناه حتى عندما تكونت الجامعة العربية في مارس 1945، رأينا كيف أن العرب توحدت كلمتهم، أي الدول المستقلة أنذاك توحدت كلمتهم ضد الوجود العسكري الفرنسي في أرض سوريا ولبنان. أستاذ أنت تتحدث عن 70 عام، بعد 70 عام ماذا قدمت هذه القمة في الشارع العربي؟ نعم هذا ما سأقوله. لاحظنا ذلك في سنة 56 إثر العدوان الثلاثي على مصر، لاحظناه في سنة 67، لاحظناه في سنة 73، لاحظناه أيضا في سنة 78 و79. يعني في نهاية الأمر ما أريد قوله أن هناك قرارات قد اتخذت وتم تطبيق على أرض الواقع، حتى عندما يكون الوضع العربي متأزما للغاية، وحتى عندما يكون الوضع العربي في يعيش أقصى حالات الضعف والهوان. صحيح نحن نتحدث عن الماضي، لكن هذا الماضي يرشدنا للحاضر، حتى وإن كان الحاضر الآن نراه
حاضر يتميز بالعجز والهوان، فإن هذا يعبر عن حالة مؤقتة ووقتية لن تدوم. طب أنا متأكد هناك دكتور، خلال الكلمات التي ألقاها القادة العرب وحتى كلمة الأمين العام لجامعة الجامعة العربية، تحدثوا جميعهم عن الأخطار التي تحدق في المجتمع والمحيط العربي بما يخص الأمن القومي، خاصة في الكلمات أيضا والخطابات الافتتاحية. برأيك أهمية اليوم التركيز على الأمن القومي العربي، وماذا يعنون بالأمن القومي العربي؟ هل بالمعنى المباشر إيران وتركيا؟ هو فعلا هذا هو، ولهذا سبب رأيتني كيف أنني لا أتبنى الرأي القائل بأن القرارات تبقى مجرد حبر على الورق. نحن لاحظنا، وأنا شخصيا لاحظت، أن هناك نوع من المنعطف الجديد الذي بدأ يتوضح فيما يخص الدول العربية وفي هذه القمة بالذات. هناك إحساس بهذا الخطر الذي يتهدد الأمن القومي العربي، وهذا الخطر مؤداه ما هو؟ المنطقة العربية تعيش أقصى حالات الضعف مثل ما ذكرنا، هناك أزمات تقريبا في كل الدول العربية، لكن في نفس الوقت هناك مخاطر إقليمية. العرب أصبحوا مهددين في أمنهم القومي من قبل جيرانهم. هناك الجغرافيا، هناك ماذا تقصد بأي جيران تقصد؟ نعم بالضبط، هناك الجغرافيا، ضرورة الجغرافيا هي التي فرضت علينا جيرانا مثل إيران وجارا آخر مثل تركيا. فالجغرافيا عندما تفرض عليك جارك، على الأقل يجب أن يتوجه هذا الجار وأنت من أجل أن تكون هناك شراكة حقيقية، من أجل أن يكون هناك نوع من الاندماج، نوع من الترابط، نوع من التعاون على جميع المستويات، لا أن تكون الغاية أنك تريد أن تسيطر على هذا أو تهيمن عليه. المنطقة العربية في تاريخها السحيق مثخنة بالآلام والجراح بين العرب في منطقة المشرق العربي وبين تركيا. كلنا نظن أنها قد انتهت. إيران وتركيا خطر على المشرق العربي. هو لا نريد أن يكون خطر على المشرق لا تريد العربي. نعم. لا طيب نريد. ماذا بشأن الكيان الصهيوني الإسرائيلي؟ أليس خطر على العالم هو العربي؟ الأخطر. هو الأخطر. لم يتم التطرق إليه بهذه الحرفية خلال الخطابات. أنا أعتقد أن في هذا الخطاب عندما تم التركيز وبقوة في هذه القمة على مسألة الجولان المحتل وإن شئنا تسفيه حتى قرار وتدفيه قرار ترامب الخاص بالجولان، والمنادات بكل قوة بأن الجولان أرض عربية سورية ولا يمكن المساس بالأرض السورية الجولان. طب بعد الاستنكار والإدانة ماذا يستطيعون العرب أن يفعلوا بشأن القرار الأمريكي؟ أعتقد أن سأوضح هذا، أن ترامب عندما اتخذ قراره فيما يخص الجولان كما اتخذ من قبل فيما يخص القدس، هو يرى بأن العرب هم لا شيء في نظره، لا يمكن لهم أن يتوحدوا، لا يمكن لهم أن يجمعوا على رأي واحد، وأن هؤلاء العرب بإمكانه هو أن يفرض عليهم ما يريد. لكن نسي أن بمثل هذه الاستفزازات التي قام بها وبمثل هذا التطاول الذي قام به تجاه العرب، فإنه من شأنه أن يحدث العكس مما يترجاه. أنا أعتقد أن الرجة قد بدأت تحدث فيما يخص الجولان وقضية فلسطين، والاستشعار بأن هناك ثلاثة أخطار وليس خطر واحد. طب ترامب اليوم يطبق صفقة القرن بحذافيرها من خلال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأيضا من خلال إعطاء ومنح مرتفعات الجولان إلى الكيان الصهيوني. سيدي، يعني اليوم القمة العربية لم تتحدث أبدا ونهائيا عن صفقة القرن أو خطورة هذه الصفقة القادمة. برأيك لماذا غاب ملف صفقة القرن عن القمة العربية وجميعنا يعلم الضرر والخطر القادم؟ صفقة ما يسمى بصفقة القرن أعتقد أنها غابت عن القمة لأن العرب يعتبرون أنفسهم على الأقل في هذه القمة غير معنيين بهذه الصفقة. هي تلزم من يريد أن يفرضها على أرض الواقع، وهي لا يمكن أن تفرضها، لأنه لا يمكن لأي كان أن يفرض إرادته على شعب يريد أن يتحصل على استقلاله وحريته. فهذه المشاريع المشبوهة والتي يراد تمريرها وهم يستغلون حالة الهوان العربي، لا يمكنها أن تمر حتى وأن يظن أنها ستمر. ثم مرت اليوم سيدي، اليوم صفقة مر. نعم، أليس نقل السفارة الأمريكية للقدس هو قرار تم تطبيقه؟
هو تم تطبيقه. طيب، لكن أليس القرار الأمريكي بقطع المساعدات عن اللاجئين الفلسطينيين وعن الفلسطينيين والقطع المعونات عن الأونر وتم تطبيقه؟ ألم يتم تطبيق اليوم ومنح الولايات المتحدة إلى إسرائيل هضبة الجولان؟ إذن هي ليست قرارات وهمية، هم يفعلون، يقولون ويفعلون. ماذا بشأن اليوم العرب؟ غير الإدانة والاستنكار، متى سيفعل العرب ويطبق العرب ما يقولون؟ هم يريدون شطب القضية الفلسطينية ويريدون خلق الوطن البديل لأرض فلسطين، هم يريدون، وقاموا بتمرير حتى مثل هذه القرارات التي ذكرتيها. لكن هذه القرارات صحيح بعضها أصبح واقعا ملموسا، طيب، كنقل السفارة، كمسألة قطع المساعدات على الأونروا، كقرار ترامب فيما يخص الجولان، لكن هل يعني هذا أنه يجب أن نستسلم؟ لا، في قمة الأحباط وفي قمة اليأس يتولد الانفجار. أنا بالعكس، هذه القرارات من شأنها أن تسرع بإيجاد رد فعل قد يأتي من حيث لا ندري. أنا لست من الذين ييأسون بسرعة، بل بالعكس أعتبر أنه في حالة الأحباط الكبرى يتولد الأمل. ولهذا السبب الأكيد أن الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ستستنبط الحلول التي ستتمكن بها من إجهاز وإجهاض كل هذه المخططات التي ترمي إلى إنهاء القضية الفلسطينية وإنهاء القضية العربية. ولذلك حتى عندما تتخذ هذه القرارات فهي صحيح قرارات موجعة ومؤلمة، لكنها تبقى قرارات مؤقتة ووقتية، لأنها لا يمكن أن تدوم، لا يمكن أن تصبح دائما الكيان، لا يمكن أن تكون القدس عاصمة أبدية للكيان الإسرائيلي، لا يمكن للجنان أن لا تتحرر. هذه مسألة زمن ووقت، وسيأتي يوم وأنا متأكد من ذلك. نعم، في العودة إلى القرارات التي اتخذت في القمة العربية، برأيك أي الملفات الذي كان أقل شأنا؟ يعني القضية الفلسطينية هو القضية المركزية أو الملف الأكثر مركزية كان خلال القمة العربية، وأيضا الاستنكار والإدانة للجولان أيضا كان هو الملف المركزي أيضا خلال هذه القمة. برأيك هل تم تهميش الملف اليمني؟ هو سؤالك جيد لسبب بسيط، لأن في القمم الفارطة وفي السنوات الفارطة لوحظ وكأن القضية الفلسطينية قد انتهت وهمشت ولم تعد هي المركز. على الأقل الإيجابي في هذه القمة أنه تم إرجاع وبكل قوة القضية الفلسطينية وقضية الجولان. بالنسبة للقضية للأزمة اليمنية، أنا لا أعتقد أنها همشة. هناك أولويات الآن. الأولوية الأولى هي هذه القرارات التي ستخرج عن هذه القمة، مهمتها هي إطلاع الرأي العام العالمي على ماذا يريد العرب. المعلومة الأولى التي أرادت هذه القمة أن توصل للرأي العام العالمي وتحديدا وخاصة الأمريكي، أن العرب متحدون فيما يخص مسألة فلسطين والجولان، وهي أولوية الأولويات. لكن هذا لا يمنع أنهم أيضا يهتمون شديد الاهتمام بباقي الأزمات الأخرى وخاصة اليمنية والليبية. ومجرد التذكير والتنصيص على الخطر الإيراني هو تذكير بأن هذا الخطر الإيراني موجود في اليمن أيضا. نعم، لنعود إلى الملف القضية الفلسطينية وأيضا الشأن الفلسطيني. من أحد المخرجات التي خرج بها وزراء الخارجية هي التأكيد على دعم المشاريع الاقتصادية في فلسطين، هل تذكر ذلك؟ نعم، نعم، ودعم فلسطين شهريا بقيمة 100 مليون دولار. عندما سألنا وزير الخارجية الفلسطيني المعالي الأستاذ رياض المالكي، قال أن هذه القرارات أصلاً اتخذت في القمم السابقة ولم تطبق. لماذا يتم إعادة هذا القرار في كل مرة وهو لا يطبق؟ برأيك وما هو الحائل على تطبيق هذا القرار، تقديم المساعدات الحقيقية إلى الشعب الفلسطيني؟ وأيضاً هل هناك ضغوطات تمارس على الدول العربية لعدم دعم القضية الفلسطينية برأيك؟ لا أعتقد هي مسألة ضغوطات قدر ما تكون مسألة ليست هناك متابعة. أولاً يجب عندما اتخاذ قرارات، مثلاً قمة تونس ستخرج بقرارات، يجب على الدولة التي احتضنت القمة أن تحرص على أن تتابع هذه القرارات وتعمل على تطبيق وتجسيم جلها قبل انعقاد القمة الموالية. ولهذا السبب
المسؤولية تتحملها خاصة الدولة المضيفة وبالأخص جامعة الدول العربية. على الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تعلن وبوضوح عندما لا يقع تطبيق القرارات، خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية والمساعدات للسلطة الفلسطينية، يجب أن تعلن عن ذلك بصراحة. ولكن قبل ذلك عليها أن تقوم بالاتصالات الجانبية مع الدول العربية من أجل حثها على تقديم الدعم اللازم، لأن قرارات الدعم ترجع خاصة إلى أن الكيان الإسرائيلي يعمل كل جهده من أجل إنهاء الوجود بدايات هذا الوجود الفلسطيني الكياني أو بدايات الكيان الفلسطيني على أرض فلسطين. نعم، إذا عدنا إلى القمة وتحدثنا عن الحضور والتمثيل العربي، هناك كان في حضور يقال أنه حضور لزعماء على مضض، هناك من حضر وغادر فورا، وهناك من تعذر عن الحضور، أو من هناك من بعث تمثيل يعني ليس على مستوى رؤساء الوزراء بل تمثيل عن طريق وزير الخارجية. برأيك هذا ماذا يعني، أو ماذا تقرأ من هذا عدم الانسجام بين الحضور؟ أنا أرى أنه على الأقل بالنسبة لهذه القمة هي تعتبر ناجحة من حيث الحضور، باعتبار أن ربما لأول مرة نرى حضور كبير للرؤساء والملوك العرب مقارنة ببقية القمم الفارطة. صحيح هناك اختلاف في التمثيلية، معناها بين رئيس أو ملك أو بين وزير خارجية أو غير ذلك، هذا يرجع خاصة إلى تقدير كل دولة لظروفها، وليس لأن هذه الدولة أو تلك لا تريد أن تأتي إلى هذه القمة بالذات وتريد أن تعبر عن موقف ما. هذه قناعتي. مجرد حضور كل العرب دون استثناء، والاستثناء الوحيد أو الغائب الحاضر هي سوريا، ونرجو أن ترجع في أقرب وقت ممكن، ومجرد حضور كل هؤلاء وبهذه التمثيلية، أعتقد أنه على الأقل هي رسالة تبعث على أساس أن هذا الكيان العربي الهش ما زال على الأقل موجودا كهيكل، وبإمكان هذا الهيكل أن يستمر ويتحسن ويتطور أدائه، لكن المسؤولية ترجع خاصة علينا نحن كرأي عام عربي قبل الأنسية. نعم، اليوم الرئيس السيسي الرئيس المصري جاء للحضور القمة رغم أنه كان هناك أنباء عن عدم حضوره. ماذا حدث لو لم تحضر مصر هذه القمة؟ هو حضور مصر يعتبر ضروري باعتبار أن مصر هي القلب النابض للوطن العربي، ومصر هي التي شهدت تأسيس جامعة الدول العربية، ومصر هي التي دفعت من أجل أن تتكون هذه الجامعة، ومصر هي التي تمثل قلب الوطن العربي وهي تتوسط المشرق والمغرب. وحضور مصر يعتبر رسالة قوية على أساس أن هذه القمة يراد لها أن تنجح، ولهذا السبب رأينا كيف أنه تم العدول في آخر لحظة عن عدم المجيء. نعم، قلت قبل قليل عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، تحدثوا خلال هذه القمة أن عودة سوريا مشروطة بشروط توافقية من قبل جميع الحكام العرب أو المسؤولين العرب. طيب دكتور، اليوم سوريا إذا كان حضورها أو عودتها مشروطة وكانت الشروط واضحة هي عدم تحالفها مع إيران، برأيك هل تقبل سوريا العودة إلى القمة العربية أو جامعة الدول العربية مقابل تخليها عن الحليف الإيراني، أم أن سوريا غير مكترثة لعودتها لجامعة الدول العربية؟ أنا لدي قناعة بأن سوريا تريد أن تسترجع مقعدها في جامعة الدول العربية، هذا أمر ثابت، لكن علاقتها بإيران هي التي ربما أجهضت عملية الرجوع المبكر إلى الجامعة العربية حاليا. هل أن سوريا قادرة الآن على أن تقطع كل علاقاتها مع إيران؟ هذا أمر مستبعد جدا. وهل أن الدول العربية ستقبل رجوع سوريا وهي لم تقطع علاقاتها مع إيران؟ هذا أمر مستبعد أيضا جدا. إذا أنت تقول أن سوريا لن تتخلى عن حليفتها بالرغم أنها تخلت عن أشقائها العرب، تتخلى عن أشقائها العرب مقابل لن تتخلى عن الحليف الإيراني، هي سوريا الآن وضعيتها لا تريد أن تتخلى عن أشقائها العرب وفي ذات الوقت لا تريد أن تتخلى عن إيران. هذه الثنائية هي عبارة على معادلة صعبة، لا يمكن في الوقت الحالي أن تجد لا سوريا ولا الدول العربية حل لها، ولهذا السبب المسألة ستأخذ أكثر مزيد من الوقت ريثما تتوفر الظروف وتتوضح الرؤية، خاصة وهذا مرتبط ب
ليس بسوريا فقط بل مرتبط خاصة بعلاقة الدول العربية كلها مع إيران كيف ستكون. إن تحسنت العلاقة بين الدول العربية وإيران وانتهى التوتر فإن هذا السبب سيزول حتما ولن تكون هناك أي إشكالية لرجوع سوريا. وإن بقي العرب في علاقتهم التوترية مع إيران واعتبروا أن إيران تمثل خطرا حقيقيا لهم فإن مجرد كم يحتاج هذا السيناريو إلى التنفيذ؟ هل يحتاج عشرات السنين؟ نرجو أن يحتاج بعض السنوات فقط وأقولها بكل مرارة. ماذا تتوقع أن تحمل القمم القادمة للعالم العربي؟ نرجو أن تحمل تجسيم البيانات إلى فعل. نحن لا نريد البيانات واكتوينا بالبيانات منذ عقود التي لم يطبق الكثير منها. نحن نريد الفعل التاريخي والفعل الحقيقي، وهذا الفعل الحقيقي يتطلب إرادة حقيقية، وهذه الإرادة صلبة، والإرادة الصلبة نحن نتحسس أنها بدأت تتحسس هي نفسها هذا الطريق، لكن هذا يتطلب الكثير من الوقت. تاريخ الشعوب والعلاقات بين تاريخ الدول والعلاقات بين الدول هي ليست ننتظر أنها ستتحقق بين يوم وآخر. ضحاها نعم. نعم تأخذ. تحتاج إلى الوقت. تحتاج الكثير من الوقت. لكن ألا تعتقد أن العرب أخذوا الوقت الكافي؟ أكثر من الوقت الكافي. أخذوا أكثر من الوقت الكافي. أكثر من الوقت الكافي. اليوم. نحن الآن في الوقت الضائع. نعم نحن إذا أردنا أن نتحدث القمة العربية في تونس هناك الأزمة الليبية وهي دولة مجاورة إلى تونس وكل ما يحدث من ضرر أكيد ينعكس بظلاله على تونس. برأيك الأزمة الليبية اليوم التي تلقي بظلالها على الدول المجاورة ما هي أهم المبادرات التي تم طرحها في القمة لحلحلة هذه الأزمة؟ أهم مبادرة هي أن يكون الحل ليبيا ليبيا المصالحة الليبية الليبية المصالحة الليبية الليبية دون تدخل أي كان واستبعاد أي تدخل خارجي من أجل حل القضية الليبية واستبعاد أي تدخل خارجي من أجل الضغط على هذا الطرف أو ذاك وخاصة أن يكون الحل سياسيا أو لا يكون. هذه هي المعطيات الأساسية باعتبار أن الوضع الذي تعيشه شقيقة ليبيا الآن لا يؤثر على تونس فقط بل يؤثر على كل المنطقة ويؤثر خاصة على مصر والجزائر إضافة إلى تونس لأن العمق الاستراتيجي لكل من مصر وتونس والجزائر هي ليبيا. فإذا كان هذا العمق الاستراتيجي على هذه الحال والذي يوصف بأنه مثال حي لما يسمى بالإنجليزية فيلت ستيت أي الدولة الفاشلة فإن هذا يدفعنا إلى ضرورة إنهاء هذا النمط الذي يراد له أن يدوم في ليبيا وهو نمط الدولة الفاشلة بالرغم من أن الأشقاء الليبيين لا يريدون لبلدهم أن لا يكون بلا دولة وبلا كيان لأنهم هم الضحية الأكبر في كل هذا. هل تعتقد أن هذه القمة ستكون لها انعكاسات إيجابية على الأزمة الليبية خاصة أن بالأمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحدث في خلال مؤتمر صحفي عن أهمية المصالحة الليبية الليبية وعودة الاستقرار إلى ليبيا وهناك قمة قادمة في ليبيا برأيك هل سيكون انعكاس هذه القمة إيجابي على ليبيا؟ هو بالتأكيد على أساس أنه سترسل رسالة قوية من هذه القمة على أساس أن كل العرب يريدون أن يكون الحل السلمي والسياسي في أقرب وقت ويكون ليبيا ليبيا وبرعاية أممية وهناك تأكيد على أساس ضرورة مساندة ودعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة وسيكون قرار القمة العربية الخاص بليبيا على المحك بعد أسبوعين فقط في مؤتمر الوطني الليبي في مدينة خدامس يومي 14 و15 أبريل المقبل. نعم تم تحدث أيضا في القمة العربية في ملف الإرهاب ومكافحة الإرهاب. الجميع يعلم بأن المنطقة تشهد الكثير من الجماعات تواجد الجماعات الإرهابية كما في سيناء والعراق وأيضا وليبيا وسوريا أيضا. برأيك أهمية التعاطي مع هذا الملف ودعم الدول التي تعاني من الإرهاب دعمها لوجستي دعمها بكافة المقاييس أهمية وتفعيل هذه القرارات إلى أفعال هو بالتأكيد سيقع
هذه الافكار هذه القرارات سيقع تجسيم على ارض الواقع، باعتبار ان كل الدول العربيه دون استثناء تقريبا لديها الوعي الكامل بان خطر الارهاب يهدد الجميع ولا يستثني اي احد، ولذلك هناك توجه حقيقي من اجل تجسيم هذه القرارات على أرض الواقع. وهذا لا يمنع من أن نؤكد معلومة أساسية، أن التعاون بين الدول العربية على المستوى الأمني والمستوى المخابراتي كبير جدا في هذه الناحية، وهناك تنسيق عال بين بعض الدول العربية والدول الأخرى في تبادل المعلومات من أجل إنهاء هذه الظاهرة في أقرب وقت. نعم، أشار جلالة الملك خلال كلمته أن رغم هزيمة داعش في العراق وسوريا إلا أن خطره لم ينتهي بعد، ولا بد من منع عودة هذا الفكر الظلامي بالعمل وفق منهج شمولي على المسارات الأمنية والفكرية والتنموية. كيف اليوم يتحقق هذا الشيء وهناك حالة من عدم الثقة نوعا ما بين الأقطار العربية؟ هو سيتحقق لو أن كل قطر عربي وكل دولة عربية عملت لنفسها على أن تحقق هذه المقاربة التي ذكرها الملك العاهل الأردني، وتقوم بتجسيم على أرض الواقع كل دولة من موقعها. فلو أن كل دولة اهتمت بأن تجسم هذه المقاربة على أرض الواقع، وقتها ممكن نقول أننا بدأنا في أول الطريق من أجل إنهاء هذه الظاهرة، ليس على المستوى الأمني والعسكري فقط، بل أيضا على المستوى الثقافي والديني وعلى جميع المستويات. دكتور خالد عبيد، سعدت بلقائك وبحضورك معي في عين عين الحدث. شكرا لك. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام الحلقة، حلقة هذه الليلة من العاصمة التونسية تونس الخضراء. كان معنا الأكاديمي المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية والمحلل السياسي الدكتور خالد عبيد، شكرا له. تابعونا غدا بإذن الله. شكرا لكم.